معدات كسر وإتلاف وأسلحة بيضاء، ويستخدمون الدراجات النارية للسطو على المؤسسات العامة والخاصة أثناء الاحتجاجات الأخيرة. وأفاد شهون عيان للشروق أن عمليات نهب طرد عددا من المرافق الحيوية والاستراتيجية بمناطق في محلية أم درمان الكبرى، حيث طالت عمليات النهب والتخريب عددا من البنوك ومحطات الوقود والمحال التجارية والصيدليات. وأكد الشهود أنهم رصدوا مجموعات من المتشردين والمتفلتين تقتحم تلك المؤسسات وتنهب ما بها من المال والمعدات، واستنكر بعضهم هذه الأعمال التخريبية واعتبروها انحرافا عن مسار التظاهرات المعروفة وخروجا عن قيم الشعب السوداني وأخلاقه وموروثاته. حرقوا